وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة وصول فريق البحرين التابع للحرس الملكي إلى قمة إيفرست أعلى قمم العالم. وحيا سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جهود ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الاستثنائي يعبر عن عزيمة أبناء البحرين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.